أنا عبير أحمد محمد الفرماوي، زوجة المعتقل مسعد يوسف معوض، وهو دلوقتي في سجن طرق. الأستاذ مسعد كان يعني معاملته حنينة جدا معانا شخصيا، كان دايما أي مشكلة كنت أخد رأيه فيها، هو اللي يعرفني يعني أمشي إزاي ويحدد كل حاجة أنا أعملها، حتى في البيت، في المصاريف، في كل حاجة كان هو اللي دايما معايا فيها، ودايما يوجهني في التوجيه الصح. وكان يعني بصراحة إنسان كويس جدا وحنين وقلبه كبير جدا معانا، وحتى لو كان يحصل بينا وبين بعض مشكلة كان هو اللي يهديني لغاية ما المشكلة تحل، وكان الحمد لله يعني كويس. بالنسبة اللي كان في الشغل كان محبوب جدا بين زمايله في الشغل، أي حاجة في الشغل تحصل مشكلة بينهم هو اللي يحلها لهم، هو اللي ومعظم زملائه كان يحبوه جدا، لأن هو يعني سياسي في حل المشاكل، ومش لا عنيف ولا أي حاجة، كان يحل المشاكل بهدوء ورياسة جدا يعني. بالنسبة هنا في البلد كان محبوب جدا في البلد هنا بين الناس، وكان معظم يعني أهله هنا هم اللي كانوا هو اللي كان معاهم، ولو في أي حاجة يبقى معاهم، مسؤولية فرح عازة وموجود معاهم، ولو في أي مشكلة تحصل في البلد هو اللي كان يروح يحلها، يعني هو طبعا في حل المشاكل كان ممتاز في حل المشاكل بصراحة، في كل حاجة كان هو اللي كان يعملها، حتى لو حصلت أي حاجة في العيلة هو اللي كان يحلها، أي مشكلة في العيلة، أي حاجة هو اللي يروح يحلها ويبقى معاهم. يعني كل الناس الحمد لله هنا في البلد بتحبه ومحبوب جدا بين الناس. بابا كان حنين علينا، عمره ما شخط فينا ولا ضربنا ولا اي حاجه، وما كانش وعمره مدل على حد، وكان بيصالح الناس ما بينهم، وكان بيرشدهم الى الصح، وكان بيخطب في الجامع، وكان بيقرا كتب عن النبي والانبياء وكده، وكان بيصلي عمره ما ساب فرض، وكان بيرشدنا احنا نصلي وكده عمر عشان ما ويشدنا عشان للصح يعني، وكان بيصحينا نصحينا الفجر وعشان نصلي في وقته، وكان ما يخناش نسيب فرض، وكان ما كانش عمر الناس ما كرهته ولا كره حد، وكان الناس كان بتحبه جدا، وكان وسيم مع الناس وحنين جدا. هو كأخ يعني الواحد كان بيجد فيه صفات الأخ المحب الهادئ الفاهم المتعاون الكريم المتسامح، يعني من خلال الفترة الطويلة اللي احنا قضيناها مع بعض إلى الآن احنا تقريبا متواصلين مع بعض. احنا نعم احنا اخوات وكل واحد مقيم في اسره، لكن احنا متواصلين مع بعض بصوره كبيره جدا، فعارفين كتير عن بعض يعني، يعني هو عارف كتير عني وانا عارف كتير عنه، رغم ان انا هو يصغرني سنا، الا ان يعني في اوقات كثيره يعني كنت يعني باخد رايه في كثير من امور الشخصيه، او عندما تعين الانسان يعني او تعترض الانسان اي مشكله او ظرف يحتاج تفكير، لان هو ربنا يطلعه بالسلامه يعني كان بيتميز دايما بالرؤيه الجيده يعني في معظم الامور. هو عمله في المجتمع هو يعني هو متواجد مجتمعيا ومتواجد بصورة قوية، يعني كثير من الناس تثق فيه، تثق في رؤيته، تثق في قراره، ناس كثيرة في المجتمع اللي هو بيعيش فيه في قريته بيتواصلوا معاه في وجود أي مشكلة، دائما ما ينشئ علاقات في خلال مواصلاته، في خلال عمله الحياتي، في خلال عمله مع الناس،
يعني ما فيش حد بيبقى له مشكله في مكان العمل وتحتاج ان هو يحتاج ان هو يساعده فيها الا وتتم هذه المساعده. فهو يعني هنقول كده له تواجد اجتماعي، وتواجد اجتماعي جيد بغض النظر عن اي امر، عن اي امر يعني، الا انه هو قريب من كل الناس، قريب من كل الناس. ممكن يبقى له علاقة بشاب صغير، ممكن له يبقى علاقة بقرنائه في السن، أصدقائه، زملائه في العمل، أصدقائه في القرية اللي هو بيعيش بيحيا فيها. فمجتمعيا هو له تواجد يعني. بالنسبة لاعتقال جوزي، اعتقل ساعة يوم 14/8، وكان في اليوم دوت كان يوم فض رابعة. فكان طول النهار كانت معايا بتصل عليه بالتليفون وعارفة أخباره، وكانوا بيضربوا عليهم من كل ناحية. قعد يقول لي ده احنا الحمد لله بس عمالين يضربونا من كل ناحية ودخلوا علينا، وفي حتى لغاية المغرب ضربوا عليه، قالوا ده خليهم يخرجوا، اخرجوا ده الطريق آمن من طريق الطيران. فهو خارج طبعا ما فيش طريق امن ولا حاجه، كلهم راح مقبوض عليه، كل العساكر والشرطه اخدوه. وبعد كده راحوا اخوه كان معايا وشافوا هو الضابط بيكلمه، فراح ماشي وهو وقف اتكلم معاه، تقريبا اتكلم معاه بطريقه صعبه، وانت جاي هنا ليه، بطريقه مش كويسه يعني، بطريقه وحشه. وراح تقريبا ضربوا بالقلم وركبوا في الايه في عربيه الترحيلات، وبعد كده ودوه الاستاد. ففي اليوم دوت انا انهارت وعمال نسال عليه، قعدنا 15 يوم ما نعرفش عنه حاجه، وندور عليه ونسال عليه. اخواته قعدوا يدوروا عليه، قالوا كانوا في الاستاد، وبعد كده راح خدوه لاول مدينه نصر، هناك قعد يوم بحاله، وبعد كده رحلوه سجن ابو زعبل. بعد كده احنا ما انا ما عرفتش عنه حاجه لغايه يوم بعدها ب 15 يوم، غير ما نزلت وكان في ايام العربيه اللي اتحرق فيها 38 واحد، ولما نزلوا في الجورنال او ظهر في التلفزيون ان هو الحمد لله مش معاهم، وراح دلوقتي كان بقى في سجن ابو زعبل. فبعد ما عرفنا ان هو في سجن ابو زعبل، خدنا اذن بالنيابه ورحنا زورناه. اول ما راح سجن ابو زعبل طبعا قابلوه بالتشريفه، التشريفه ديت بتبقى عباره عن ضرب واهانه ومعامله سيئه جدا. وفضل هناك في سجن ابو زعبل حوالي 5 شهور، وكنا في ما كناش نعرف عنه حاجه. وبعد كده قالوا ان هو في سجن ابو زعبل. كان في سجن ابو زعبل كانت الاوضه ضيقه، وكان حوالي 43 واحد، وكانوا بيناموا على سيفهم يعني، كل واحد مش عارفين يناموا خالص، كان النوم على جنبهم كده على سيفهم، ما كانواش عارفين يناموا. لدرجة ان هم كان واحد بيتنابوا مع بعض في النوم عشان يستريحوا في النوم، واحد حب ينام وحب ممكن. وضعهم في سجن طرة لما يحيى 30 او اكثر، 32 واحد في زنزانة مساحتها 2 متر في 8 متر، أظن هذه المساحة المخصصة لكل واحد يعني هتبقى صعبة جدا، مش هتسمح له بالحياة الأدمية الجيدة. هيبقى فيها مصاعب، صعب في قضاء الحاجة، مصاعب في دورة المية، مصاعب في النوم، مصاعب في قضاء يعني الحياة داخل غرفة مغلقة 24 ساعة. يعني لو قسمت المساحة على عدد الأفراد اللي هي موجودة في السجن أكيد هتبقى مشكلة، بتمثل مشكلة. يعني لم نبلغ، لم أعلم أو تصل إلى مسامعي يعني أي تجاوزات بالنسبة من الشرطة بالنسبة لهم في داخل السجن، إلا في بعض الحاجات أثناء العرض كان حصل معاهم شوية مشاكل في العرض السابق، وكانوا أجلوا لهم العرض وادوهم 45 يوم يعني. اللي هو كان العرض اللي قبل اللي فات ده، وجدلهم 45. بالنسبه للظروف في الاوضه نفسها، وكان في طبعا احنا ما نعرفش في الظروف ديت ان هو كان
كانوا بيخرجوا ولا لأ ولا كده، لكن والحمام كان هناك، كان عندهم في الأوضة، وكانوا دايما بس كل حاجة كان هناك بميعاد، ما كانوش بيدوهم ان هم يخرجوا بره يتفسحوا ولا دي حاجة ما نعرفهاش. بس اهم حاجة كانت الأوضة ضيقة، وكان الحمام موجود في الأوضة، وكان طبعا بالنسبة ل 43 واحد، شوف بقى كل واحد هيجيله قعده في الحمام بقى هيجي يدخل ازاي. كانت حاجة صعبة جدا بالنسبة للحمام وظروفهم في الأوضة في أبو زعبل. واحنا رايحين زيارة زوجي في سجن طورة، طبعا سجن طورة دوت بعيد عننا بحوالي 3 ساعات ونص، فما ينفعش ان انا اعمل الاكل من هنا واخده على هناك، فانا بضطر ان انا اخد اروح والدي هناك في حلوان، بروح قبلها بيوم، بنزل طبعا اشتري الحاجات اللي انا هجهز ليها الزيارة، وبعد كده اصحى من الفجر، طبعا بيبقى قلق مفيش نوم، طبعا اصحى من الفجر اجهز الاكل، واكون جهزت الاكل وننزل انا والاولاد نروح على ايه، على سجن طرة. بالنسبه لسجن طرة بقى بنروح تسجيل الاسم، بنسجل الاسم ونفضل منتظرين الزياره حوالي في طبعا في استراحه صغيره كده وما فيهاش يا دوبك حاجه ظل بسيط كده، وبعدين لحد ما عاد الزياره ما بيجي بيقولوا لنا اطلعوا بره، كل واحد يروح عند الباب بتاع السجن استنى الزياره. هناك عند زياره السجن ديت بنقعد بساعه او ساعه ونص لغايه ما يجي الضابط وينده على الاسامي، ينده على الاسامي وندخل في الزياره، نقف طابور طابور طويل عريض طبعا بتفتيش الاكل، يدخلوا يفتشوا الاكل كل حاجه، يفتشها لو فيها مثلا علاج او في اي حاجه بيقول لك لا ده يدخل ده او ما يدخلش ويطلع يسيبها بره. في اول مرحله في سجن طرة طبعا اول الزياره بنروح نسجل الاسم، وبعد كده بنروح نستنى ميعاد الزياره لغايه ما الضابط بينده علينا وندخل، ونقف طابور طويل في الشمس ولغايه ما نستنى ميعاد كل واحد بيدخل بميعاده على بالاكل على الكمبيوتر. طبعا الاكل بيدخل على الكمبيوتر، ولو فيها علاج بيدققوا قوي وبيركزوا قوي على مثلا الازاز ولا البرشام، برشام للبرده. طبيعي انا جوزي مسجون سياسي مش مجرم ولا بتاع مخدرات ولا حاجه، ليه بقى الاهانه في المعامله او في معامله في الاكل والحاجات دي؟ فبيدخل طبعا الضابط يقول لك لا ده ما يدخلش الحاجه دي تطلع بره، فما بنقدرش نقول حاجه، الحاجه اللي هم مش عايزينها يدخلوها بيدخلوهاش. وفي المرحله الثانيه بقى بدخل انا على الحريم، في واحده بتفتشني بطريقه مهينه جدا يعني في كل منطقه، عشان طبعا انا جوزي مسجون سياسي مش مسجون مجرم ولا بتاع مخدرات ولا حاجه، اللي بيتفتش بالتفتيش المهين دوت من بتوع المخدرات، احنا مش بتوع مخدرات ما بنشيلش اي حاجه زي كده، لكن بتدخل تمسك تفتشني تفتيش سيء جدا. وبعد كده نقف نستنى في شويه كده لحد نص ساعه كمان او ساعه على بال ما يندهوا علينا تاني في المرحله الثالثه للتفتيش، ندخل الضابط يفتش في الاكل، طبعا لا الجبنه الرومي بتقبلوها ولا البقسماط ولا العيش الطري ولا الحلويات، لان لو جبت مثلا لجوزي حلويات بتترفض الا اذا مثلا حطها في حاجه يعني في علبه بلاستيك او كده، لكن غير كده بتترفض ويفضوها بره ياخدوها من هنا، او لاي حاجه مثلا مكان حلاقه او اي حاجه ما بيمنعوها. طب ليه كده الاهانه ديت؟ ليه المعامله السيئه دي في الاكل؟ كمان مره جوه كمان مره واحده تانية تمسك تفتشني، يعني بصراحه حاجه صعبه في التفتيش. وسجن طرة ده اسوأ سجن في المنطقه كلها في معاملتهم الوحشه بالنسبه لينا غير واحنا داخلين الزياره. وبالنسبه كمان نفتش حتى طفله صغيره تتفتش، يعني طب الطفله الصغيره دي هتشيل ايه؟ فبيفتشوها برضو تفتيش مهين جدا وبطريقه سيئه جدا برضو، يعني بصراحه ما فيش حاجه كويسه عندهم خالص بالنسبه للتفتيش. او ندخل بقى في الزياره جوه، تبقى اوضه واسعه كده يعني، والناس يعني على قلب بعضها، من الحقش نقعد معايا ونستنى كمان يجي حوالي ربع ساعه او تلت ساعه قبل ما يجيبوه، نقعد معايا يجي حوالي 5 دقايق
ولا نلحق نتكلم معاه في حاجه ولا في اي، وخلاص ويروح مصفرني يقول الزياره انتهت وكله يطلع بره، ويطردونا باسلوب سيء جدا ويهنونا زي ويذلونا لحد ما يطلعونا بره من الزياره، لحد ما الزياره تنتهي. اسلوب طبعا مهم كده. هم ليه طبعا هم السياسيين، لا هم بتوع مخدرات ولا هم مجرمين ولا حاجه، ليه الاهانه دي كلها؟ انا مش عارفه والله. هو قبل ما نخش بنبقى في بنقف بره في الشمس كتير، بس جوه حته بنقف في حته ظل، والرجاله شمس بيتعزوا في الشمس يعني، فبيذلونا قبل ما نخش. والجناء يعني شكلهم غيرنا خالص، يعني الناس اللي هم تبعنا السياسيين بيقول احنا من نظرتنا بيعرفين ان احنا سياسيين يعني، انما الجنائيين بيبان على وشهم يعني، بيقعدوا يشخطوا ويزعقوا كده، لو مسكوا واحدة سياسيين بيتعاملوا معاها سيء جدا. وما نخش هو المكان، هو الناس الضباط جوه بيعاملونا مش معاملة حلوة يعني، عن أبو زعبة كان بيعاملونا وحش، وبيعاملوا الجائنيين حلو شوية عننا، بس جوه بقى بنستنى بابا. وفي حتة مكان بلاط، في حتة كذا حتة كده زي كنب كده، بس زي بلاط كده، وبنقعد نستناه بقى سياسي مع الجنائي، وبيبقى المكان ضيق. أول ما زرته، أنا زرته مرتين في خلال الفترة الأخيرة، يعني هو زيارته يوم الأحد، على زيارته يوم الأحد على طول. فترة الزيارة قصيرة جدا، يعني ما تسمحش بإن الأهل يعني يقعدوا الفترة مع ابنهم اللي هو غايب عنهم حوالي 10 شهور أو 11 شهر، دلوقتي داخل في الشهر الـ11. بالفترة لا تتجاوز التلت ساعة، ما توصلش التلت ساعة، يعني في حدود ربع ساعة لتلت ساعة، في ظل وجود عدد كبير في داخل الزيارة. فأظن الزيارة يعني مش زيارة اللي هي يقدر تخفف عن المسجون كل أسبوع، بحيث إن هو يقول لهم إيه الحاجات اللي هو محتاجها، وينقلوا له ما يحدث في داخل مسكنه الخاص وداخل بيته وأولاده وظروفهم وعايشين إزاي. أظن هذه الفترة فترة بسيطة، المفروض إن الزيارة تبقى أطول من ذلك. العدد محددينه بـ3 أفراد وأقارب الدرجة الأولى، في حين ان مثلا يعني ابن اخوه ولادي ما زاروش عمهم، ولاد اخوه التاني ما زاروهوش، ولاد اخته ما زاروهوش، ولاد عمه ما زاروهوش، وكلهم بقالهم يعني غايب عنهم بقاله دلوقتي حوالي 11 شهر، داخل في الشهر الـ11. فاظن تحضير الزياره بهذا العدد يعني ممكن تبقى لها اليه، بحيث ان يبقى العدد يوسع شويه، وتبقى يتمكن السجين من التواصل مع الناس اللي كانت، خاصة وهو سجين فكر أو سجين رأي وليس سجين جنائي. هو قبض عليه أو ضبط أو سجن بسبب رأيه أو فكره أو توجهه أو يعني أو آرائه السياسية. فمحتاج إن الناس تبقى يعني تتواصل معاه وتعرف أحواله، هو يعرف أحوال الناس. قبل ما نخش اما بيبقى نازل بيبقى حزين شوية، بس لما بيشوفنا بيفرح من هو شافنا، وبيعاملنا زي ما كان في البيت يعني حلو، وبيسألنا على البلد هنا عاملة ازاي والناس عاملة ازاي، واحنا نقول له كويسين الحمد لله، وبيسلموا عليه. واحنا بقى بنقول له، بيسألنا مثلا علينا وعلى ولاد اخواته وعلى عمه وكده، واحنا نقول على كل حاجه، بس ما بنلحقش عشان الوقت قصير، مش بنلحق نقول على كل حاجه، فبنلحق بس نسلم عليه وعمه، بيقعد مع عمه شويه ومعانا، واحنا بقى احنا عاملين ايه، وهاج واختي عشان هي ما جاتش من ساعه، بقى كتير بقى فتره يعني عشان امتحانات، ما بيسالنا عليه، ولو اخي ما جاش بيسالنا عليه برضه، وبنقول له كويسين الحمد لله، ما بنعيش مش عايزين نقول على حاجه وحش، عشان بيزعل بيفضل زعلان طول اليوم. بصراحه اول ما بيطلع علينا بيبقى فرحان جدا ان هو شافنا،
وبنقعد نكلمه ونسلم عليه ويحضن بنته كده ويقعد معاه، وانت عامل ايه؟ الحمد لله. بس طب وانت عامل ايه جوه؟ هيبة بيعاملوك معاملة سيئة، بيعاملوه معاملة سيئة، او ونفسيتك عاملة ايه؟ الحقيقة الحمد لله هو راضي بقضاء ربنا، الحمد لله. بيقول هو دوت ده قضاء ربنا والحمد لله، وانتوا ما تزعلوش، عايزكم تبقوا متماسكين كده وتبقوا كويسين، ما فيش اي حاجة، وما تزعلوش، احنا مش زعلانين، ان دوت قضاء ربنا والحمد لله. اللي هو طبعا مسجون بتاع مخدرات، ولا مسجون مجرم في اي جريمة ولا اي حاجة، دي جريمة شرف، مش جريمة يعني، ده شرف لينا كلنا ان هو. وبعد كده يعني الحمد لله هو نفسيته بتبقى نفسيته كويسة، لكن بيفضل يقول لنا الحمد لله ده قضاء ربنا، وانا الحمد لله مع ربنا في حافظ كتاب الله. كل ما انا قاعد في السجن وافضل مع ربنا وحافظ كتاب، حافظ كتاب الله في كل وقت الحمد لله. واحنا طبعا راضين بقضاء ربنا، وان شاء الله ربنا هيفك اسره هو اللي معاه ان شاء الله. اقول للي اعتقلوه، ربنا سبحانه وتعالى مطلع، يحاسب على الفتيل والقطمير، يعلم تماما هو وضعه ايه. ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، وامرهم الا يظلموا. اخي مظلوم في هذه الفتره الطويله اللي قضاها بدون اي سبب، بدون ارتكاب اي مخالفه من المخالفات التي وجهت اليه، سيتقابل هو ونحن مع من اعتقلوه يوم القيامه، ونقف بين الله، ونقف امام الله بين يديه بدون ترجمان وبدون مدافع، وسوف نقتص من ظالمه، لاننا حرمنا منه وهو حرم منا، حرم من اولاده، حرم من مجتمعه، حرم من عمله، حرم من ممارسة حريته الشخصية، قيدت حريته، لا لسبب إلا ما هو موجود في تفكير من اعتقله. أقول اللي اعتقل زوجي حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، لأنهم اعتقلوه، إنه ما كانش يستحق كده، لأن هو كان بيدافع عن الشرعية، وكان بيدافع عن دينه وعن وطنه. وأقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. أنا اللي اعتقل بابا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، لأن بابا عمره ما شال سلاح، ولا عمره ارتكب جريمة وحشة، ولا هو في السجن، دي حاجة تشرفنا، حاجة تشرفنا، وإحنا بنفتخر في كده. حسبنا الله ونعم الوكيل، وعمر بابا ما عمل أي حاجة وحشة. أقول للناس إن الناس طبعا مغيبين وبيصدقوا الإعلام، والإعلام ده كاذب، الإعلام ده كاذب جدا، وهم بيصدقوا الإعلام، لكن إن شاء الله ربنا هينصر الشرعية، وهينصر الدكتور محمد مرسي، وهيرجع إن شاء الله، وكل دوت هيبقى تحت إيد ربنا إن شاء الله. هقول لجنة تكسر الحقائق، دول ناس كذابة، عشان هما كانوا عايزين ان كل الناس اللي في رابعة يموتوا، وهم مش بيحبوهم ولا كده، عشان ان شاء الله ربنا يشوف فيهم في اولادهم وفيهم اللي شافوه الناس اللي في رابعة اللي ماتوا كده. اقول لجنة تقصي الحقائق ان هم ان دول ناس كذابين، لان طب ما فيش ولا باب من الابواب اللي هم قالوا عليها ان هي في ده امن وتخرجوا وما فيش حد هيكلمكم ولا هيقبض عليك ولا اي حاجه، دول كذابين، وحسب الله ونعم الوكيل فيكم. رساله لاخي مسعد، اثبت انك على الحق، لم تخالف تعليمات مجتمع، لم تخالف تعليمات دينك، لم ترتكب جريمه، لم تحطم شيء، لم تتعامل بعنف مع شيء، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، والله سبحانه وتعالى سوف يجعل لك ولكل من معك فرجا قريبا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أقول لجوزي أن ربنا يثبتك ويقوي إيمانك، ويرجع كل دوت في ميزان حسناتك إن شاء الله، وربنا إن شاء الله يتقبل منك كل اللي أنت عملته، كل اللي أنت مستحمله، وكل اللي انت
شفته في الايام الوحشه دي، في سجن ابو زعبل 5 شهور وفي سجن طره 5 شهور. ربنا يثبتك ويثبت ايمانك ويثبت ويقوي ايمانك. اقول لبابا ان ربنا معاه ويثبته، واثبت ان الله معك، وربنا يقوي ايمانه يا رب، وربنا يخرجه من فوق اسره.